السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتكلم عن موضوع تطرقنا له في الفيديو اللي تكلمنا فيه عن الأساليب اللي نستخدمها على أساس نكافح الحر أو نساعد نباتاتنا في الحر، وراح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة حق الفيديو اللي ما شاف الفيديو. ولكن اللي راح أتكلم عنه هو شيء واحد بالتحديد في ذاك الفيديو، اللي هو المالش أو المهاد اللي ينحط على سطح التربة. هذا شيء جدا مهم بغض النظر احنا في صيف ولا في خريف او في شتاء. تغطية التربة بطبقة كبيرة من المواد العضوية، مثل ما انتم شايفين هنا انا مغطي سطح التربة الله يعزكم التبن او القش حسب التسمية اللي عندكم. هي يعني مواد عضوية موجودة في محلات الاعلاف، فمجرد طبقة تقريبا سمك 2-3 بوصة، يعني نتكلم ما بين 6-8 سنتي من السمك. أهمية هذا الشيء إنه أولاً راح يحفظ لي الرطوبة في التربة، هذا يعني لي ري أقل، وثاني شيء يوفر لي رطوبة منتظمة للنباتات، فهذا يقلل لي من مشاكل عدم انتظام الرطوبة، فما تصير في صدمات في الرطوبة، يعني ري بعدين جفاف بعدين ري بعدين، فيقلل لي من هذه، فتكون الرطوبة موجودة أكثر بسبب هذه الطبقة، ولكن لأنها على السطح تكون جافة فتقلل لي من مشكلة الفطريات. التنقيط صاير تحت الطبقة هذه، فالطبقة هذه تجف، ما عندي مشكلة فطريات. اللي سويته في هذه المساحات اني اول شيء حطيت طبقة من الكومبوست اللي نسويه في البيت، واللي حاب يعرف اكثر عن موضوع الكومبوست راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة، ممكن تشوفون الفيديو اللي يفصل موضوع صناعة الكومبوست في البيت. فحطيت طبقة من الكومبوست، أيضا تقريبا 2-3 بوصة طبقة سميكة من الكومبوست، وبعدين حطيت طبقة التبن أو المالش اللي هي المهاد، يعني اللي نحط أو القش. مع الوقت لما أبغي أزرع مجرد أزيل شوي من المواد وأحط الشتلات وأزرع فيها على طول. الشيء المهم اللي راح أبين لكم عن قرب أكثر اللي وفره لي هذه المهاد أو المالش، اللي هو نشاط فطري في التربة وفي هذه المادة، فراح أقرب الكاميرا أكثر وراح أشرح لكم هذا الموضوع أكثر. نلاحظ هني عندي هذه شتلة الطماط مزروعة هني، هذه طبعا ما راح تبين بشكل واضح، لكن هذه كلها فطر أو مشروم نبت عندي هني. طبعا الفطر ما يدوم، ينبت وبعدين ينثر الغبار ماله أساس يتكاثر في المنطقة وبعدين يذبل على طول، يعني ما يدوم يوم يومين بالكثير. فهذه السواد اللي نشوفها أو هذه المواد اللي هني هذه فطر. عند كل شتلة طماط عندي فطر نابت، فهذا دليل على وجود حياة فطرية مفيدة للزرع قاعدة تنتشر في هذه المساحة. طبعا الكومبوست يوفر البكتيريا المفيدة للتربة، ولكن وجود الفطر معناته أن في نمو فطري جيد قاعد يصير في المساحة هذه، وهذه أيضا يساعد نمو الجذور وتغذية الجذور في النبتة نفسها وفي المساحة هذه. فوجود بكتيريا جيدة وفطريات جيدة في التربة هذه شيء جدا إيجابي. فهذه إيجابية هذه المادة اللي هي القش أو التبن مع السماد، هذا السبب ان انا حطيت سماد ايا كان، كومبوست او سماد بقري او سماد حيواني الله يعزكم، واحط فوق هذه الطبقة من المهاد او المالش او التبن، يبتدي يتفاعل مع السماد فيوفر بيئة خصبة حق هذه الفطريات انها تنمو في هذه المساحة. فهذا حجم الصرة او الربطة اللي تينا من التبن او القش، سعرها مثل ما ذكرت شيء بسيط، نحصلها يعني تقريبا سعرها 6 دولار او شيء ما يقابل هذا المبلغ، يعني سعرها بسيط، ولكن هذه الربطة الواحدة تغطي لي كل هذه المساحات اللي عندي، يعني ربطة واحدة تغطي لي الكثير من المساحة، لا نستهين فيها لان هذه مضغوطة ومرصوصة، فمجرد ان نفتحها راح تغطي مساحات كثيرة. فيعني انا ربطة واحدة من هذه حتى استخدمتها في المساحات هذه، واستخدمتها في تغطية أصايص عندي. ممكن نسوي نفس الشيء في الأصيص مثل ما ذكرنا، يعني
نحط طبقة من السماد وبعدين نفرش هذه المهاد أو التبن، وراح أيضا يضيف لي الفطريات والنشاط اللي راح يصير في الأصيص نفسه، فهذه أيضا يحمي لي النبتة من ناحية رطوبة ومن ناحية حرارة، ولكن أيضا يضيف فطريات وبكتيريا نافعة في الأصيص نفسه. فبالذات حق اللي حابين يزرعون بشكل عضوي هذه راح يساعدهم، لأن تفاعل طبقة السماد مع المهاد بالذات هني في الوسط راح يصير في تفاعل، ومع الوقت شوي شوي راح هذه يبتدي يتحلل ويتحول إلى كومبوست، وراح ينزل على التربة نفسها وراح يغذي التربة نفسها مع الري من الأعلى طبعا. فمع الوقت هذه مادة عضوية راح تتحول إلى كومبوست وراح تغذي التربة نفسها، بغض النظر كانت أصيص أو كانت أرض. مثل ما ذكرت هذه شيء مهم لازم نسويه، ما نترك الأرض مكشوفة، لأن مثل ما ذكرت لها إيجابيات كثيرة، والأرض المكشوفة يعني تتعرض للتعرية من ناحية جفاف وتربة وكذا، فهذه تسبب مشاكل وتقلل من الحياة الفطرية والبكتيريا اللي موجودة بسبب الحرارة والفطريات اللي الحرارة والجفاف عفوا اللي تنوجد بسبب الشمس. مثلا إذا تذكرون هني كان عندي مجموعة من شتلات الفلفل اللي كان عمرها سنتين، أنا لو كنت حاط لها مهاد مثل هذه أتوقع أني ما كنت أخسرها في الصيف، فالحين لأنها كلها ماتت، كانت تقريبا 9 أو 10 شتلات في هذه المساحة، الحين مضطر أن أرد أزرعها. البذور اللي كانت عندي ما نبتت منها إلا شتلة واحدة، فالحين لازم أعيد بناء هذه المساحة من جديد مرة ثانية، فإن أحصد بذور هذه إن شاء الله في نهاية الموسم ونحفظها حق الزراعة في الموسم الجاي. فعموما أنصحكم كلكم بأن تبتدون تحطون طبقات مثل هذه في الحديقة على أساس تعززون الغذاء والرطوبة عندكم في التربة. شيء ثاني مهم جدا بالذات 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 للناس اللي أغلب تربتها رملية وما تم تعديلها مثل ما سويت في بداية هذه المساحات، ورح يطلع عندكم الرابط للفيديو إن كيف أنا عدلت التربة في أول بداية هذه المساحة لما بديت الحديقة، في أعلى الشاشة راح تشوفون الرابط للي حاب يشوف التفصيل إن كيف حسنت التربة. فحطيت فيها مواد كثير يعني من بيت موس وأسمدة وكذا، على أساس إنه كانت مجرد رمل وسيء الجودة حتى، فالحمد لله مع السنين مع التحسين التربة تصير غنية. فبالذات اللي يزرعون في رمل أنصحكم أن هذه مهم جدا، طريقة سهلة وبسيطة لتغذية التربة وحمايتها، لأن الرمل جدا سيء في حفظ الرطوبة. فأتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو السريع والبسيط ولكن مهم جدا، وأتمنى أن تطبقون هذا الشيء في حديقتكم. واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.